السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي داخل الوطن وخارج الوطن، ومعلوم في أنحاء العالم دائما تكونوا بصحة جيدة. إخواني، خبر رسمي من مصطفى بياس الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، القانون على أصحاب اليوتيوب في المغرب. إخواني وأخواتي، أنا ما كانتش على بالي نصحابها بحر أوروبا كانوا أصحاب اليوتيوب تخلصوا الضرائب. إخواني بلا ما نحرق لكم، أجي نسمعوا الأخ ديالنا مصطفى بياس الناطق الرسمي باسم الحكومة، نسمعوا أشنو تيقول، وبقوا معايا حتى الأخر الإخوان، وغادي تشوفوا واحد المفاجأة في الأخر اللي غادي نخليها لكم إن شاء الله. تبعوا معايا إخواني أخواتي، أرى نشوفوا سيدي مصطفى الناطق الرسمي باسم الحكومة أشنو تيقول لنا على القانون الجديد باليوتيوب. دابا الآن المفروض ان كل نشاط كيف ما كان النوع ديالو، الا فيه مدخول خص تكون واحد المساهمه. هذه الاجراءات هذه الان بدا يعني التفكير فيها بشكل جدي، ربما انه غادي نلقاو الصيغ الملائمه باش ربما في ندوه صحفيه ان شاء الله مقبلا نقدموا معطيات ادق حول هذا الموضوع، شكون هما الفئات المستهدفه، بالاضافه كيف سوف يتم تنظيم هذه العملية. مؤسسة إخواننا، شفتوا سيدي مصطفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإخوة القانون اللي خرج على المغاربة، وكاين المغاربة اللي عندهم اليوتيوب ما غاديش يعجبهم الحال. حكاس هذه واحد المفاجأة اللي طاحت عليهم من سماء الأرض، ولأن الإخوان كانت الحكومة غافلة لهذه الدرجة هذه. إخواني وأخواتي، الله يخليكم، ما تنسونا بالتعاليق ديالكم اللي هي مهمة لنا وجدا، واللي عدو شي معلومة يخليها لنا في التعاليق. الإخوان إخواني، مشيوا معايا على حسب المستوى وحطوا معايا النقط على الحروف. الحكومة كانت غافلة لهالدرجة هذه على اليوتيوب، واليوتيوب الإخوان ما فيه مراحل، فيه درجات، ماشي مقاد اليوتيوب. إلا قلنا 31% اللي هي اللي تجيب الفلوس، وكاينه واحد 70% اللي تجيب الشوها لدارها يوميا. اخواني واخواتي، اليوتيوب الاكثريه فيه واحد النسبه ديال 60% ولا 65% كامله الروتين اليومي اللي تتعمل في الديور، وهذا الشيء هذا راه مغرب تاع على شي واحد، وكل شيء اخواني واخواتي عارف هذا الشيء هذا. وكاين العائلات اللي تيصور هو والمراه والدراري، وراكم عارفين الاخوان كاين التصوير ليه تصوير، وكاين تصوير لي لاحية في الدين. الإخوان كاينين دابا الناس اللي ولاو خاصهم الفلوس بأي طريقة، يقدر يصور مرتو عريانة، يقدر يصور مرتو تتغسل في الماعن بلا غسيل، تتغسل في الزرابي بلا غسيل. الحمد لله بعدا ولاو الزرابي كاع نقايا في الدار، ولا أي مرأة دارت الروتين اليومي تتلقى الدار ديالها بعدا نقية، حكاس ما عندها ما يدار. إخواني وأخواتي، هذا اللي بغيت نعرف أنا من الحكومة المغربية اللي كانت غافلة لهالدرجة هذه، اللي كانوا فايقين هما على حساب الناس الفقراء. كاين النساء الفقراء اللي في المغرب، وبالاخص الناس اللي في البوادي اللي مربين الدجاج ومربين الطيور ومربين البقار ومربين الغنم، تيدي البيض للسوق. اخواني واخواتي، تيدي مرا البيض للسوق تتصنك عليه، هادي تنتحدى اي واحد يقول لي هادشي ما كاينش. هادشي كاين كاع في اي جماعه في المغرب، والجماعات في المغرب اللي تيحكموا فيهم الحكام المغرب هما اللي تيحكموا بالجماعات، ومخرجين هاد الشيء في الاسواق، عفوا مخرجين هاد الشيء في الاسواق الاسبوعيه. البيض داير درهم تيصنكوا عليه جوج ريال الاخوان، فالروج داير 40 درهم ولا 50 درهم تيصنكوا عليه جوج دراهم ولا 3 دراهم الاخوان. معزه تتساوي 20 اورو 20 الف فرانك تيخلصوا عليها 10 دراهم. المال النعاز والشياه والبقر اللي تيخلصوا عليه بسكليطه دراجه ناريه غادي يركب عليها واحد الاخوان في السوق، تيشدوا الصناك الى ما خلصت يدي ليه البسكليطه ولا يهرس ليه فمو ولا يضربوا على جوج دراهم الاخوان، موتور يخلص عليه. حاشاكم حمار حمار غادي يركب عليه فقير السوق تيطبعوه، خاصو يخلص عليه، عود خاصو يخلص عليه. باقي لينا البصر، من هنا لقدام قالوا اللي نبغي ندخلوا السوق الاخوان خاصك يدير لك طبعه هنا في راسك، الا بغيت تدخل السوق خاص تخلص. كيفاش صحاب الروتين
كيفاش صحاب القنوات وصحاب اليوتيوب زعما اللي الدوله كانت ناسيهم ثلاث درجه ودابا اليوم عاد ناضوك كسيدي بغا يديروا واحد البرنامج وباغيين يفكروا خاص صحاب اليوتيوب يوليو يخلصوا. دابا بغينا نعرف من عند من غيتخلصوا، واش من عند صحاب اليوتيوب كاملين ولا من عد درجات؟ حكاس راهم كاين درجات، كاين مراحل، كاين اللي تيجي بخمسة المليون ستة المليون، اه الاخوان، كاين اللي تيجي بخمسة المليون ستة المليون في الشهر، وكاين اللي تيجي سبعة وثمانين ألف سيئة تيدخلها لدارو في النهار، وكاين اللي يدخل مية ألف سيئة في النهار. لهذا اللي هاز التليفون وتيصور مرتو مزيرة ولا مزموطة، تيصور مرتو عريانة، ها كيفاش تنغسل، ها كيفاش تندير، هذاك شحال تيدخل ديال السيئات ماشي الحسنات. إخواني وأخواتي ما تمشيوش بعيد، خليونا من اليوتيوب، راه كاين اليوتيوب فيه وفيه. معلوم كاين اليوتيوب اللي عنده محتوى، كاين اليوتيوب اللي عنده محترم، كاين اليوتيوب اللي فيه الشوهة، كاين اليوتيوب اللي فيه لعنة، وراكم عارفين هاد اليوتيوب ديال دابا راه كلشي ولا باغي الفلوس بطريقة فنية. والحكومة وكوني على بالو، حلي عينيك واحد شوية، ما تفكريش باغا تخلصي في الضرائب اليوتيوب. هاد اليوتيوب كما تتقولوا انتوما اشنو اللي فيه، اشنو اللي فيه هاد اليوتيوب هذا؟ راه فيه النص ديالو عريان، راه فيه النص ديالو باغي الفلوس باي طريقه، راه فيه النص ديالو اللي كاينين بحد الجيران اللي هوك اللي تينوضوا اول حاجه تيعيرونا بهذاك الشيء، بهذيك الشوهه اللي راها في اليوتيوب. دابا ولات الحكومه هي باغا تخلص ضرائب اليوتيوب، اذا تتقول لهم اي واحد باغي يتعرى يتعرى، صور فلوس باي طريقه، خاص الحكومه هي تخلص في الضرائب ديالها، وانت يا دير اللي بغيت ما كاين اللي ينهي. فينا هو الاسلام؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اخواني واخواتي بارطاجيو هذا الفيديو، هذه راها شوها، وهذه اللي تيقولوا خاص اصحاب اليوتيوب يخلصوا الضرائب، هادو تيزعموهم باش اي واحد يقدر يدير اي حاجة بغى في اليوتيوب. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم اخوان. البارطاج البارطاج، قضية راها ما تتعجبش، راه عليا ربي عطانا الفيضانات، وقريب ان شاء الله ما غادي نغرقوا، قريب غنغرقوا.